السلام عليكم. صرنا بكل تغطية نطلع عن القضية الفلسطينية نقول ليلة البارحة أليمة وموجعة وكارثية وتتعدد الأوصاف وتكثر الجرائم. البارحة خلال يوم واحد 33 استهداف للمدنيين، هذه أول البارحة عفوا. البارحة 57 عملية قصف، وهسه احنا بالجو أكيد تزيد. آخر 24 ساعة 704 شهيد بيوم واحد، 350 طفل، 173 امرأة و78 مسن. استهدف الكيان 400 منطقة بقطاع غزة. الكيان الصهيوني ما توقف عند المدنيين، توجه للمستشفيات والموظفين اللي يشتغلون بها، وهم نفس الوضع، شهداء ومصابين أكثر من 65 شهيد بين طبيب وممرض وغيرها من التخصصات الطبية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، بالإضافة لخروج 12 مستشفى و32 مركز صحي عن الخدمة والانهيار التام للمستشفيات بقطاع غزة. بالتالي هذا الوضع اليوم اللي تعيشه قطاع غزة، والكيان مستمر بجرائمه. كل هذه المواقف وغيرها راح نناقشها بالتأكيد من خلال هذه التغطية مع ضيوفنا الأكارم، لكن قبلها نروح إلى تقرير يقربنا أكثر من الواقع اللي يعيشه المدنيين بغزة، وبعدها نعود. صدمة وعتب، خوف وذهول، عناق وفراق، وآلاف تستشهد وترتقي كل يوم في غزة، وكأن آلة القتل الصهيونية تعمل بدوام رسمي أمده 24 ساعة بلا حساب ولا تردد ولا حتى خوف من مجتمع عالمي أو عربي أو ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، فالأغلب واقف على الحافة وبمسافة أمان جيدة، وينظر من بعيد لحمام الدم في غزة وينتظر رحمة من صهيوني كافر بكل الأديان والأعراف والقوانين السماوية والوضعية. قتل المدنيين عند ساسة الكيان أصبح من أجل كسب انتخابي واستحصال رضا سياسي في مجتمعات الكيان الداخلية ولمؤيديه من الخارج، فها هو وزيره النتن ياهو يتظاهر بالسكينة والدفاع عن شعبه ويبرر كل جرائمه وجرائم أمريكا عند ظهوره الإعلامي، معترفا بفشله بحماية مستوطناته المعتدية وساكنيها التي أصبحت شبه خالية بعد أن توجه المستوطنين للهجرة العكسية والعودة لبلدانهم الأصلية بعد معرفة الحقيقة الأزلية بأن هناك أرض اسمها أرض كنعان فلسطين، وهناك من يدافع عن هذه الأرض بكل قوة ويقدم نفسه فداء لها ويحقق الانتصارات بشكل يومي ويجبر الكيان على الانكسار والخنوع أمام قوة إرادة وعزيمة وعقيدة قل نظيرها في الوقت الحاضر، متسلحا بإرادة شعب يرفض الهزيمة حتى وإن قدم دمه وماله، شعب يقدم كل يوم درسا في الإباء والصمود والدفاع عن عقيدته ووطنه وهوية الإسلام والمسلمين، ويخوض حربا بالإنابة عن أكثر من 57 دولة. هكذا تحيا الأوطان والشعوب، وإلا رحب بكم مرة ثانية ونناقش ملف تغطيتنا مع الأستاذ واثق الجابري، الباحث والكاتب في الشأن السياسي، وبانتظار أن تنضم لنا عبر سكايب الأستاذة فيروز والي، المختصة في علم الاجتماع السياسي من بيروت. رحب بك أستاذ واثق. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياك الله. هذه الإبادة الجماعية ومسلسل العمليات والجرائم من قبل الكيان الصهيوني، من اليوم المسؤول عن إيقافها؟ ما من المعقول تستمر احنا اليوم 18 يوم تقريبا على معركة طوفان الأقصى ومستمر الكيان الصهيوني بقصف المدنيين اللي هم أساساً مو بمساحات المعارك وبعيدين عن مساحات المعارك. نعم، شكراً جزيلاً لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام، الضيفة الكريمة. هي بطبيعة الحال يعني لا نتحدث عن المسؤول عن إيقافه، وإنما نتحدث عن من هو السبب، يعني هو المجتمع الدولي والدول الكبرى خاصة هي السبب بكل هذا التمادي وكل هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب، واليوم تمثلت بشكل واقعي وشكل واضح لكل العالم ماذا يفعل الكيان الصهيوني وكيف يمثل أجندات هذه الدول التي جعلته كواجهة أمامية لتطبيق أجنداتها وهيمنتها على المنطقة، وبالذات منطقة الشرق الأوسط ومعاداة المسلمين والإنسان يعني بصورة عامة. لذلك المسؤول عن إيقاف هذه يعني العمليات المفترض أن يكون المجتمع الدولي ينهض بواجباته المناطة به، ويتحدث عن طبيعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهذه المؤسسات الدولية الكبرى التي تأسست من أجل ما يسموه حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات. لاحظت أكو في الدور لها لحد الآن يوميا آلاف الشهداء وجاوز العدد 6000 شهيد من المدنيين الفلسطينيين، لاحظت أكو في الدور يذكر من هذه المنظمات؟ هي طبعا أولا المنظمات التي تدعي استقلالية البعيد يعني عن المنظمات الأمم المتحدة وغيرها كالصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة العفو الدولي وغيرها لم تتدخل، وهي من المفترض أن تكون حاضرة أولا لتقديم المساعدات ثم لإيقاف هكذا فعاليات، وكذلك أيضا منظمات دولية أخرى. ناهيك عن يعني مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المفترض أن تنظر بعين الإنصاف إلى هذه القضية، لكن كما يبدو أن القرارات الدولية هي مهيمن عليها من قبل دول محددة، وهذه الدول تقف عائق أمام كل مشروع يمكن أن يوقف هذه الحرب. لذلك كان الفيتو الأمريكي حاضر بمشروع قرار للبرازيل ومشروع قرار أيضا لروسيا. إذا الإرادة الأمريكية والمال السياسي راح أناقش هذا الدور أستاذ واثق. هي الغاية من استهداف المدنيين شنو إلى اليوم؟ إذا الموضوع كسر إرادة المقاومة وكسر توجهات المقاومة، فالمقاومة مستمرة بعملياتها وانتصاراتها، فبالتالي شنو اللي يريد الكيان الصهيوني من استهداف المدنيين؟ هو استهداف المدنيين ليس بحديث اليوم، كل يعني من عام 48 الى اليوم هنالك استهداف واهانه لكرامه المواطن الفلسطيني واغتصاب لارض وتجاوز على مقدسات وتجاوز على حريات بشكل عام. اليوم يعني على سبيل المثال في الضفه الغربيه اعتقالات بالعشرات يوميا، يعني لا توجد فيها حماس ولا توجد مقاومه ولا صواريخ تطلق من هناك. هنا إذا شاهدنا في غزة يعني هم يتحدثون عن مجابهة حماس ومجابهة قوى المقاومة الأخرى، لكن كما يبدو هم الآن استهداف بشكل عشوائي بشكل همجي ممنهج منحط لكل المدنيين، والصور واضحة للأطفال والنساء والشيوخ وهدم منازل كبيرة على ساكنيها، استهداف لبنى تحتية لمستشفيات قطع الوقود والكهرباء والماء، وهذه غير معروفة في أدبيات الحروب ولا القوانين المتعارفة. ثم الأمم المتحدة وغيرها تحترف بالاحتلال الصهيوني وتقول بنفس الوقت للشعوب المحتلة من حقها أن تقاوم المحتل، لكن اليوم كل ما يتحدثون عنه. واليوم يعني حتى في حديث الرئيس الفرنسي الذي وصل تل أبيب اليوم يتحدثون كأنما المعتدي هم الفلسطينيين ولإسرائيل لها حق الدفاع عن يعني النفس. هو موقف الحكومات صار اليوم متناقض مع شعوبها. هذا الدور كنا نشوفه سابقا فقط بالحكومات العربية، أنه الحكومات لها وقفة، حتى حاليا الحكومات لها وقفة ومساندة للقضية الفلسطينية عكس بيانات الحكومات. اليوم الحكومات الغربية نفس الحال، الحكومة تصرح بشكل والشعوب تتظاهر في بريطانيا وفرنسا وحتى أمريكا نفسها، أكو شعوب رافضة لنهج الكيان الصهيوني. بالتالي هذه المواقف للشعوب راح تغير من إرادات الحكومات، راح تغير من هذه التصريحات مثل تصريح ماكرون اللي ذكرته وعلى شاكلته. هي طبعا راح تكون ضاغطة نوعا ما، لكن لا أعتقد الإرادات الدولية تتغير أو طبيعة السياسات التي رسمت لهذه الدول. نحن على سبيل المثال كنا نعتقد أن ترامب هو من أكثر الداعمين لهذا الكيان، لكن كما يبدو الآن بايدن يقدم كل ما تملك أمريكا من إمكانيات لدعم هذا الكيان، وكذلك الرئيس الفرنسي والرئيس البريطاني الذي جاء حتى خارج بروتوكولات، جاء محملا بالسلاح مدججا بهذا السلاح ونزل من ذيل الطائرة. هذه الأمور شو تأشر شو توضح؟ بايدن بين يوم وليلة يجي للكيان مباشرة نفس ما ذكرت تحركات الرؤساء الفرنسي والألماني أو غيرها، هذه شو توضح لنا؟ هذه إذا نعتقد أنه زيارات مفاجئة مع الأحداث هي غير مفاجئة بالنسبة للذين يعرفون نوايا هذه الدول ويعرفون ما هي أهدافهم ولماذا استهداف غزة. هي يعني إذا قسنا اليوم غزة قياسا للعالم يعني الكرة الأرضية هي لا تساوي شيء يعني بالنسبة لحجم المساحة وعدد السكان، لكن بالنسبة لأهالي غزة تساوي كل شيء، تساوي الأرض والعرض والكرامة والوطن وكل شيء، وهم لا يتنازلون. اليوم من هذه الهجمات تولد لدينا جيل من المقاتلين من المقاومين الصليبيين، يعني ليس المقاومين فقط هؤلاء الذين يحملون السلاح ويقاومون ويدافعون، لا، اليوم أطفال غزة عندما تجد هم يعني مرملين بالتراب بتراب وطنهم، عندما تجد مثخنين بالجراح وهم يرفعون شارة النصر ويبتسمون ولا يغادرون أرضهم، عندما تجد النساء تزغرد وتهلهل وتفرح عندما يزف أحد الشهداء، هكذا الشيوخ يضحون بمنازلهم. الكل رفض مغادرة دياره والانصياع لهذا المشروع، بالتالي هي هكذا تمثل بالنسبة للمقاومين، لكن تمثل للكيان والدول الداعمة والمتلحفة بكل هذه. هذا اللي كسر شوكة الكيان وخلاه يظهر بهذا الموقف الضعيف، العقيدة والإرادة للمواطن الفلسطيني بمواجهة هذه الاعتداءات والجرائم المستمرة. خليني أرجع للدور الأمريكي اللي ذكرته. الدور الأمريكي حاليا قادر يغير من المعادلة، معادلة الحرب. معركة طوفان الأقصى شفنا أنه يجهز بالسلاح ويحرك ناقلات الطائرات وغيرها، راح يقدر يغير من هذه المعركة؟ لا أعتقد أن الدور الأمريكي سيكون فاعل ومؤثر، وإنما يعني هو الآن أمريكا جاءت بثقلها دليل على هزيمة هذا الكيان ودليل على هزيمة كل المشاريع الدولية التي أرادتها الولايات المتحدة الأمريكية ودليل على فشلها الذريع. هي منذ عام 48 إلى اليوم فعلت ما فعلت من مخططات ومن اتفاقات وتطبيع، وطرحت مشاريع ما تسميها مشاريع السلام وصفقة القرن وغيرها من المشاريع، كل هذه المشاريع فشلت، وبالتالي اليوم المقاومة بفعلهم هذا أفشلوا كل المشاريع وأوقفوا وأعادوا تفكير، يعني أعادوا القضية الفلسطينية إلى الواجهة وأعادوا تفكير طبيعة الحكام الذين تماهوا مع القضية الفلسطينية أو حاولوا التطبيع، منها دول من طبعت ومنها من تفكر بالتطبيع. ضربت المشروع هذه الانتصارات للمقاومة الفلسطينية والصمود للشعب الفلسطيني، ضرب هذا المشروع مستقبلا؟ نعم، هو ضرب هذا المشروع وضرب كل المشاريع والتحالفات الدولية، وسيغير طبيعة التوازن الدولي وقوة الردع. اليوم أصبح للمقاومة قوة ردع لا يمكن أن تضاهيها القوة التي كانوا يقولون عنها لا تقهر. كل الأسلحة والترسانة العسكرية والقبة الحديدية وكل الإمكانيات الموجودة الهائلة هي ليست فقط عند يعني من الكيان، وإنما اليوم التسليح الأمريكي الموازي واليوم الخبراء الذين أرسلوا وكل قادة الحروب الذين جاءوا وكل رؤساء العالم مع يعني معظم رؤساء. هذا ما يخص الجانب العسكري. إذا نحكي بالجانب السياسي، اليوم الدول الغربية ومنها أمريكا تحاول أن تتجه لموضوع التهدئة والبحث عن هدنة. هذه الهدنة مهمة إلى هالدرجة بالنسبة للكيان، وبالأساس هي من صالح منه بهذه المعركة بناء على المعطيات الحالية؟ هو تفكير أمريكا اليوم لا تريد أن للكيان أن يندفع، لأنه اليوم بفعلته أو ردة فعله هي ردة فعل متهورة. هو يحاول أن يغطي على حجم الفشل والهزيمة والانكسار الذي تعرض له بهذه الأفعال الوحشية، كأنما يعتقد أن كثرة الضغط على المدنيين قد يكسر جزء من التماسك الشعبي. لكن كما يبدو هذه الأفعال زادت من صلابة المقاومة، زادت من التفاف المجتمع الغزي مع المقاومين، وأثبتت عادة القضية للواجهة. إذن مثل هكذا الجانب الأمريكي هنا يعني يعرف أن نتائج المعركة ستكون خاسرة في حال خاضوا الحرب البرية، وأنهم سيدخلون في بركة وحل لا يمكن أن يتخلصوا منها. هذه تنقلنا إلى موضوع ثاني، أن المقاومة الفلسطينية لحد الآن قادرة تحقق انتصارات وتواجه هذا العدو الصهيوني بكل ما يصور عن قوته وبكل الدعم الموجه إليه. بناء على المعطيات الحالية نتوقع أنه تتسع هذه الرقعة ومساحة المعركة، خصوصا في شمال غزة، جنوب لبنان، أو حتى باقي فصائل المقاومة في الدول العربية والإسلامية. هي طبعا أكيد اليوم يعني في حال يعني توغل الصهاينة في غزة أكيد ستنفتح أكثر من جبهة، رغم أنه اليوم الجبهة اللبنانية تشاغل، لكن المشاغلات بشكل نوعي على حدود يعني بحدود 80 كيلومتر. لكن الأمريكان لا يريدون توسيع دائرة الحرب، يعرفون أنها خاسرة، وإذا كانت أكثر من جبهة ستتعرض الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى تعريض كل مصالحهم يعني في العالم إلى خطر. اليوم هم يعانون من إشكاليات كثيرة، منها الإشكاليات طبيعة الدبلوماسية، منها الإشكاليات الاقتصادية التي وصلت اليوم بحدود 98 شركة غادرت الكيان الصهيوني، بحدود 100 شركة طيران ألغت رحلاتها، الاقتصاد متوقف لديهم، حجم الصواريخ التي يخسره يوميا. إضافة إلى ذلك هم لم يثنوا من جهد المقاومة، ما تزال بنفس الفاعلية، وبين يوم وآخر تظهر أسلحة نوعية. اليوم بدأوا يعني أو قبل يومين بدأوا باستخدام الطائرات المسيرة، يوم أمس أو قبل يومين حاولوا القواعد الأمريكية حاليا سواء في العراق أو في باقي البلدان. نسمع أنه أكو تغيرات بالأماكن، أكو منع من السفر، أكو منع من التوجه إلى العراق، بالتالي هذه القواعد اليوم ممكن أنه تقصف مرة ثانية. نعم، يعني هي كل الاحتمالات واردة بسبب الدعم المستمر للكيان. نعم، كل الاحتمالات واردة، وممكن تفتح أكثر من جبهة، وفي حال فتح أكثر من جبهة سينهار الكيان وستنهار أمريكا ومصالحها في المنطقة. اليوم الشعوب ترى والحكام يراجعون يعني طبيعة مواقفهم. يعني حتى بعض الدول اليوم من يعني هي المطبعة مع الكيان هي من عندما تتحدث باستحياء، باعتبار القضية اليوم واضحة لا لبس فيها. اليوم لا أحد ولا عاقل يعني يرى كل هذه الأفعال، ويمكن أن يصمت أو تنطلي عليه الأكاذيب الغربية. اليوم هم يتوسلون يعني الكيان الصهيوني وأمريكا يتوسلون بالعالم من أجل إقناعهم. قبل أيام يعني تحدثوا عن رواية كاذبة بوجود ذبح لأطفال صهاينة، وكذبت الرواية. اليوم يتحدثون سوق هذه الرواية، وحتى الرئيس الأمريكي بايدن سوقها، وبعدين اتضح أنه رواية كاذبة وكذوبة من مراسلة في السي ان ان. خليني أنتقل للست فيروز والي، المختصة في علم الاجتماع السياسي، اللي تنضم لنا عبر الهاتف. رحب بيك ست فيروز. حياكم الله. يا مرحبا. ناقش عن الدور الأمريكي والدور الغربي مع أستاذ واثق بالاستوديو وتأثيراته على هذه المعركة، وقبلها ناقشنا الدور الإنساني والوضع المأساوي اللي يعيشه اليوم المواطن الفلسطيني. هل نتوقع أنه يستمر هذا الدعم الغربي للكيان على الرغم من كل هذه الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين؟ طبعا الأول شيء نحكي عن المساعدات. المفروض الوطن العربي بأكمله والحكومات تدعم الشعب الفلسطيني لأبطاله المغاوير والشجعان الذين قاموا بطوفان الأقصى ماديا ولوجستيا ومعنويا. أما دخول الحرب استخدام أمريكا لإسرائيل تقوم بحرب برية. طبعا الحروب البرية على مدار التاريخ هجموا أمام العرب المسلمين، دليل أن العرب متدربين خصوصا بطبيعة الصحراء وطبيعة الموقع الجغرافي اللي هم فيه، وأصحاب المعاناة وأصحاب الأرض المغتصبة هم أكثر شراسة في استرداد حقوقهم. الحرب هذه إذا شنت فربما تكون ولا قدر الله الحرب العالمية الثالثة. لماذا؟ تكون أمريكا الخاسرة، تكون إسرائيل الخاسرة الأولى، تكون كل الدول اللي حدثها من الولايات المتحدة الأمريكية التي حدثها عن إسرائيل في هذه الحرب العبثية والهولوكوست الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خاسرة بكل المقاييس. لكن سيكون هناك عدد من الأشلاء وعدد من القتلى من الجانبين، لكن القضية حتمية، هي قضية فلسطينية فلسطينية ولن يحرر الأرض المقدسة غير ابن فلسطين. لن يحرر الإنسان بيته إلا أصحاب البيت، يحتاج ذات الدعم الحقيقي لأول مرة. لا يمكن الشعوب العربية كلها تتناوب أصحاب البيت. ست فيروز، أصحاب البيت يتعرضون لإبادة جماعية وقطع حتى للمساعدات الإنسانية اللي ممكن تدخلهم عن طريق مصر. هذا دليل ضعف وتخبط الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع هؤلاء الأبطال. لذلك تقوم بإرسال الصواريخ والطائرات والمسيرات بقتلة وامرأة وسيف. لماذا لم تقاتلوهم فعلا وتنزلون الميدان بريا وجها لوجه؟ لا يستطيعون حتى عملية التردد في تصوير معركة برية متأكدين هم أول الناس أنهم خاسرينها 100%. ولن يحققوا أي انتصار منها، هم يحققون انتصارات بخلال الصواريخ والطائرات الحديثة والمرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية فقط. هذا المسعى والنهج من قبل الكيان الصهيوني بمحاولة إثارة الرأي الشعبي المضاد للمقاومة الفلسطينية راح ينجح؟ راح يغير من معادلة الحرب؟ بهاي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. زمان كان في مغير للقضية الفلسطينية، الآن مع التواصل الاجتماعي مع الوسائل والمنصات اللي موجودة، ونتمنى أن يكثف العرب مخاطبة الإعلام الغربي بنفس من خلال هذه المقاصد بشتى أنواع أو بشتى لغات العالم بتوضيح فعلا الحقيقة التي تجري داخل فلسطين من عام 48. عندنا تم تهجير اليهود من البلدان العربية إلى أو بلدان العالم إلى الأراضي الفلسطينية. وأيضا توضيح ما تفعله من انتهاكات إنسانية وجرائم دولية وإبادة من ذلك الوقت وتعميمها من خلال الإعلام الغربي من أجل استمرار الصهاينة في فلسطين. طيب لماذا طردوهم الأمريكان وطردوهم بريطانيا اليهود؟ لأنهم غير مقبولين أينما ذهبوا، لأنهم هم داعش بكل ما تعنيه الكلمة، هم هولوكوست، هم عبارة عن عنصريين. حتى لو تلاقى داخل الشعب اليهودي نفسه هتلاقي هناك تفرقة. لو تسأل اليهودي يقول لك أنا يمني بدي أرجع اليمن، أنا لبناني بدي أرجع لبنان. ليش؟ لأنهم درجة ثالثة العرب اليهود هناك. هذا التلون هو نهجهم بالتأكيد، وهذا ما يبين بوضوح من خلال تصرفات رئيس حكومتهم نتنياهو وادعائه بالإنسانية وادعائه بأن فصائل المقاومة هي اللي تعتدي على مواطنيه. وشفنا موقفه الضعيف ومحاولته لإرضاء للجانب الغربي وأمريكا وغيرها. أنا أشكرك الست فيروز والي المختصة في علم الاجتماع السياسي من لبنان، وأنتقل إلى الست تمارة حداد الباحثة في الشأن السياسي تنضم لنا من فلسطين. نرحب بك ست تمارة. أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أخوان صوت ست تمارة ما واصل عندي. ست تمارة تسمعينا؟ أسعد الله أسمع. نعم نرحب بك ونبارك للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية هذه الانتصارات المتحققة على الكيان الصهيوني. ونسأل شنو الوضع حاليا بفلسطين؟ نسمع المستشفيات طلعت عن الخدمة وانقطاع تام للتيار الكهربائي والغذاء والماء. شنو الأوضاع عندكم حاليا؟ أولا الأوضاع في قطاع غزة أوضاع صعبة جدا، وبالعكس أصبحت الآن هي تزداد هذه الحالات الأزمة الإنسانية بشكل عميق جدا. يعني صحيح هناك إدخال لكن هذه المساعدات الإنسانية تم إدخال حتى هذه اللحظة اليوم الثالث تم إدخال 54 شاحنة، لكن في نهاية المطاف أمام المعركة التي استمرت حتى هذه اللحظة 18 يوما من عملية الحصار الإسرائيلي على واقع قطاع غزة، يعني بحاجة الآن بالضبط يعني 500 شاحنة يوميا يجب أن تدخل في سياق قطاع غزة حتى يتم بالفعل إنهاء الحالة أو الأزمة الإنسانية. الآن أصبح هناك انهيار تام. الواقع إيش قد تدخل حاليا ست تمارة؟ تقولي لي 500 شاحنة لازم تدخل اليوم، إيش قد لازم اليوم شنو الوضع؟ إيش قد تدخل حاليا؟ لازم يعني هو من المفترض يوميا ان يدخل 500 شاحنه، لكن اسرائيل ترفض رفضا تاما ادخال المساعدات الانسانيه، فقط يدخل في اليوم 20 شاحنه، وهذه ال 20 شاحنه لا تفي بالمستلزمات ولا تفي بالاحتياجات سواء كان بالواقع الصحي او الواقع الطبي او حتى على الواقع المعاشي او الحياتي. وحتى هذه اللحظه اصبح الان انهيار تام في المنظومه الصحيه، هناك بالضبط يعني مستشفيات قرابه 20 مستشفى في قطاع غزه خرجت عن الواقع العملي، بمعنى واقع المستشفيات الان اصبحت في حاله انهيار تام نظرا لعدم قدره استيعاب الجرحى والمرضى. اصبح حتى هذه اللحظه قرابه 16,000 جريح، ناهيك عن حتى هذه اللحظة قرابة 5,000 وأيضا 100 شهيد، وهذا يشير أن واقع الأزمة الإنسانية هي تتفاقم نظرا أن الاحتلال ما زال متعنتا في عملية. هذه وين تتوجه هذه الأعداد؟ 16,000 جريح وين دا يروح؟ وين يتعالج؟ شنو اللي يسووه؟ ما في علاج، يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي نوع إمكانيات للعلاج. صحيح دخلت بعض الشاحنات، لكن هذه الشاحنات لا تفي بالغرض، بالعكس يعني واقع الأزمة الإنسانية سواء كان على المنظومة بشكل عام، سواء كان المساعدات التنموية لا يوجد هناك طعام أو غذاء أو حتى على مستوى الكهرباء تم قطعها، حتى الوقود والكهرباء تم منعها يعني إدخالها في سياق معبر رفح نظرا أنا يعتقد أن الاحتلال أن هذا الوقود يذهب إلى شيء آخر، لكن هذا الوقود هو المستشفيات بحاجة إلى وقود حتى تتحرك، المستشفيات بحاجة إلى كهرباء، هناك الأطفال الخدج، هناك أمراض الكلى، أمراض السكري، لذلك وضع الكارثة في واقع قطاع غزة بالفعل يعني قد يصبح هناك يعني انتشار للأوبئة والأمراض، ناهيك أن واقع كل ما له علاقة أن قطاع غزة بالفعل منفوذ. من يتحدث أن قطاع غزة الآن غير منفوذ، لا بالعكس هو منفوذ في كل المناحي وبكل الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني. نعم لذلك يعني نعم أستاذ واثق، واقع غزة منكوب مثل ما قالت الست تمارة، هذه النكبة وهذه الجرائم وهذا الوضع المأساوي اليوم اللي يعيشه المواطن المواطن الفلسطيني متوقع أنه يستمر. نسمع أنه الكيان الصهيوني يهدد ممكن بغزو بري وغيرها من الإجراءات اللي ممكن يتبعها مع المواطنين. هو هذا الفعل الصهيوني ليس بجديد، هو يعني على ربما الأحداث السابقة لم تصور أو لم تكن بشكل جماعي أو بشكل مجازر، لكن اليوم هو في منتهى الوحشية ويكشر عن أنيابه وعن طبيعة أهدافه وماذا يفعل مع الفلسطينيين. اليوم واضح باعتبار المعركة جارية ومستمرة وهو اليوم يستهدف الأطفال. تحدثت الأخت عن عدد الجرحى 16,000 جريح، هؤلاء الجرحى يحتاجون إلى رعاية صحية بعد التداوي، ومنهم من حالاتهم خطرة ومنهم يحتاج إلى متابعة، إضافة إلى ذلك يعني أكيد أكو مرضى من الأمراض المزمنة، من الأمراض يعني اللي تحتاج عناية بشكل يومي. اليوم عدد الشاحنات لا تساوي إلا جزء يسير من الشاحنات، بل هناك حتى بعض القيود التي فرضت على انتقائية توزيع المساعدات، بالتالي المساعدات هي فقط بعض الأدوية البسيطة ويعني الضمادات وهذه الأشياء البسيطة، لكن الحياة بصورة عامة تحتاج إلى غذاء وتحتاج إلى كهرباء وإلى وقود وكل هالأشياء من مقومات العيش. إذا الكيان هو مستمر بمنهجه، ونحن نعتقد أن لا حل لهذه القضية ولا لهذه الإشكالات إلا باستعادة الأرض المغتصبة وإعادة الفلسطينيين إلى أرضهم وإعادة القدس كعاصمة للفلسطينيين وطرد هذا الكيان الغاصب، وإلا المشكلة قائمة، ما زال هذا الكيان موجود، ما زال يستوطن. المقاومة الفلسطينية وحدها قادرة تطرد هذا الكيان وتنهي وجوده؟ المقاومة اليوم فعلت فعلتها وانتصرت. نحن الآن نتحدث عن مآسي وعن جرائم، وهذه لابد أن نوضحها للعالم، لكن بنفس الوقت حجم الانتصارات هي انتصارات كبيرة، وبالحقيقة أحدثت منعطف تاريخي بطبيعة القضية الفلسطينية. اليوم هذه الانتصارات فيها تقدم وتطور نوعي بأداء المقاومة. المقاومة اليوم ليست كما هي قبل عامين، يعني في عملية سيف القدس. نعم كانت تلك العملية مؤثرة، لكن اليوم أكثر تأثيرا وقصمت ظهر هذا العدو، وبدأت بتحول نوعي وتعاطف شعبي، سواء كان من الفلسطينيين، من الشعوب العربية والإسلامية، من شعوب العالم الحرة الأخرى. بالتالي يعني اليوم هذه الانعطافة الكبيرة والصدمة التي لدى الكيان وانهيار كل قواته الأمنية والاستخبارية وأجهزته الدفاعية، هذه الصدمة ترجمها بجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين. أنت قلت ست تمارة، الكيان الصهيوني حاليا وجنوده وجيشه موجودين على أرض الواقع خلال المعارك، أنتم في المناطق القريبة موجودين كجنود على أرض الواقع، منه فقط عمليات قصف جوي يستخدمها الكيان الصهيوني. أولا الاحتلال الإسرائيلي يؤجل عملية الاجتياح البري، لأنه يعلم تماما أن عملية الاجتياح البري سوف تلحق به خسائر بشرية ومادية، وبالتحديد أن المستوى السياسي نتنياهو، رئيس الوزراء نتنياهو الإسرائيلي، هو الذي يؤجل هذه العملية، بالرغم أن واقع الأمن وأيضا العسكري المتمثل بوزير الدفاع الإسرائيلي جالنت هو يضغط من أجل سياق الاجتياح البري. لكن نتنياهو نظرا لمعرفته قد يفشل في هذه المعركة وقد يفشل في سياسته، وبالتحديد أن الشارع الإسرائيلي أصبح هناك ينتفض ضد نتنياهو نتيجة فشله في هذه المعركة، وناهيك أن أصبح الشارع الإسرائيلي ينتفض من أجل استرجاع الأسرى الإسرائيليون. لذلك نتنياهو الآن هو يؤجل الاجتياح البري حتى لا يفشل، لأنه يعلم تماما أن قطاع غزة يحتوي على الأنفاق العسكرية، وطبعا أهل غزة أدرى بشعابها، بمعنى أن فرقة غزة التي تم قتلها من قبل المقاومة الفلسطينية ووجود فرق أخرى لا يعلمون المعلومات الاستخباراتية، بمعنى أن الفرقة الجديدة التي سوف تتولى أمر قطاع غزة كاجتياح بري أو أي أمر آخر، هذه الفرقة التي تولت بشكل جديد هي لا تستطيع أن تجمع المعلومات الاستخبارية ولا تعرف في سياق الخطط الاستراتيجية في داخل قطاع غزة ولا حتى المواقع بشكل عام، رغم أنهم يمتلكون الأقمار الصناعية وإلى ما ذلك، لكن المقاومة الفلسطينية أعلن في واقع قطاع غزة ويعلمون أين تتواجد الأنفاق، لكن الاحتلال حتى هذه اللحظة يؤجل عملية عدم قدرة. نتنياهو صرح بأنه يطالب بإطلاق سراح الأسرى عند المقاومة الفلسطينية بدون أي قيود أو شرط، في محاولة لأنه ممكن تكون أكو تهدئة. هذه التصريحات وهذا الطلب من نتنياهو، شنو رد اليوم المقاومة الفلسطينية عليه وهو يصرح بهذه الطريقة؟ أولا المقاومة الفلسطينية لديها ورقة قوية جدا، وهي ورقة الأسرى الإسرائيليون، يعني من حقها أن تطلب بشروط وحتى تحقق أهداف وانتسابات سياسية، من بينها رفع الحصار الاقتصادي والأمني عن قطاع غزة. والشرط الآخر الذي يجب أن تحققه المقاومة الفلسطينية وهو تحرير الأسرى الفلسطينيون من داخل المعتقلات الإسرائيلية. هناك 6000 أسير فلسطيني داخل السجون، واليوم الأسرى الفلسطينيين أيضا يتم معاقبتهم، يعني اليوم تم قطع الكهرباء وتم قطع أيضا الواقع عدم خروجهم إلى الفورة داخل الساحات، وطبعا عدم زيارة الأهالي الأسرى الفلسطينيين. لذلك ينتقم الاحتلال نتيجة فشله في الواقع الاستخباراتي والأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر. لذلك ينتقم من قطاع غزة المدنيين، ينتقم من محافظات الضفة الغربية. اليوم كان هناك اقتحامات في محافظات الضفة الغربية، في رام الله، في جنين، في نابلس، حتى على مستوى الأسرى الفلسطينيون أيضا يتم الانتقام منهم. هذا يؤدي، هذا يظهر أن فشل وإحباط ويأس الاحتلال الإسرائيلي بعدم قدرته حتى هذه اللحظة لحسم المعركة العسكرية في قطاع غزة، وأن يقاوم أساسا المقاومة الفلسطينية. أستاذ واثق، هذه الحملات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني والتقييد ومحاولات لتهجير سكان غزة وتهجير الفلسطينيين من بلدهم الأصلي والأساسي، راح تنجح بها الكيان الصهيوني ومن يعاونه؟ راح ينجح بتهجير كل هذه الأعداد والساكنين بها؟ لا يستطيع أن يهجر، يعني لا يستطيع أن يهجر الشعب. عفوا ست تمارة، سؤالي راح أرجع إن شاء الله إلى حضرتك. سؤالي الأستاذ واثق. نعم، الكيان فشل في تهجير أبناء غزة حتى تحت وابل الصواريخ والأسلحة الثقيلة والقنابل الفسفورية، بالتالي اليوم أهالي غزة أصبحوا أكثر صمودا وتمسكا بأرضهم ويعرفون الأهداف والنوايا التي كان يخطط لها الكيان. هو يريد أن يهجر أبناء غزة، لكن التقدم الكبير اليوم لقوى المقاومة، وهو يعني قبل يومين حاول الكيان جس النبض وتقديم آليتين عسكريتين باتجاه غزة، لكن وجدوا كمين هم. إذا اليوم يعني كل هذه الجرائم وكل هذه الأفعال، كل هذا القصف لم يؤثر على جهد المقاومة ولم يؤثر على أبناء غزة. ما يزالون تحت القصف، تحت الصواريخ، يتجمعون في يعني حتى على الأنقاض ولم يغادروا ديارهم. بالتالي هذا الكيان فشل ذريع ولن يستطيع أن يتقدم. لذلك هو متردد بالعملية البرية. هناك تضارب بالمواقف، ليس فقط تباين بالمواقف نتنياهو وأمريكا، بل هنالك داخل الإدارة الإسرائيلية هنالك مواقف منها من تعارض الاجتياح البري، باعتبار هنالك معلومات استخبارية تدلل على فشل الكيان في حال إجراء عملية عسكرية. إضافة إلى ذلك اليوم هو يشعر بالخطر حتى من داخل الكيان. يعني قبل يومين خرج المتحدث باسم وزارة الدفاع، هم لا يعرفون من يقوم بنقل الصور من الداخل الإسرائيلي، باعتبارهم عتموا على الإعلام ومنعوا وسائل الإعلام بتغطية ما يحدث وحجم الرعب الموجود داخل هذا الكيان. لكن مع ذلك صور تنقل، وهم ربما يعني يعزون هذه الأسباب، يقولون أن المقاومة اخترقت المخابرات. صور المستوطنين وهجرتهم العكسية، وصور غارات الإنذار اللي تصدر بمدن ومستوطنات الكيان الصهيوني اللي بعمرها ما شهدت مثل هذا القصف وهذه الحملات والانتصارات من المقاومة الفلسطينية. ست تمارة، ما يخص الحملات والهدف بالنسبة للكيان الصهيوني هو تهجير المواطنين، شنو الوضع حاليا؟ يعني بعد كل هذه الجرائم وهذا التعتيم وقطع الغذاء والدواء وحتى الماء عن المواطنين الفلسطينيين. مهما استخدم سياسات الانتقام ضد الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني صامد ومرابط على أرضه. هذه الأرض هي أرض فلسطينية، لا يستطيع أن يتم تهجير الشعب الفلسطيني. وبالتحديد سواء كان منطقة غزة، استخدم كل الأدوات الجوي أو أدوات الحصار الأمني أو الاقتصادي المتعايشة. هذه الأرض الفلسطينية لا يستطيع أن يخرج الشعب من أرضه. هناك أصبحت المعركة 80 عاما بين الفلسطيني والإسرائيلي، وهناك قرابة 7 مليون فلسطيني على الأرض الفلسطينية لا يستطيع أن يهجر مهما قاموا بهذه السياسات العنصرية وسياسات التمييز العنصري ونظام الأبرتايد في حق أبناء الشعب الفلسطيني. هذه الأرض حسب حتى القوانين الدولية تشير أن حسب المادة 181 يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، لكن الاحتلال هو لا يريد هذا السلام، هو لا يريد الشعب الفلسطيني، هو يريد الأرض دون الشعب. لكن الشعب الفلسطيني ما زال متجذر في أرضه كشجرة الزيتون، موجودة في متجذرة في جذوره، لا يستطيع أن يخرجها مهما قام بالسياسات العنصرية، مهما قام بعمليات هدم المنازل، مهما قام بسياسات الاغتيال، مهما قام بسياسة الاعتقالات، مهما قام بسياسة التجويع، مهما قام بأي نوع من السياسات التي يستخدمها الاحتلال. هذه كلها سياسات يعني تعتبر من فشل الاحتلال في عملية التهجير ويستخدمها، لكن في نهاية المطاف الفلسطين سوف يبقى في الضفة الغربية، والفلسطين سوف يبقى بقطاع غزة. صحيح أن كل آلة الإجرام تؤثر على الفلسطيني بشكل يعني بسيط، لكن في نهاية المطاف يعني يبقى الصمود الفلسطيني والإرادة السياسية الفلسطينية هي الطاغي الأساسي حتى ذلك، وهذا الأمر هو الذي يثبت هذا السياق الفلسطيني على أرضه. ناهيك أن هذه الصراع عبارة عن صراع هويات، بمعنى أن الاحتلال هو يصارع هوية عربية فلسطينية متجذرة، لا يستطيع الاحتلال أن يخرج هذه الهوية الفلسطينية من أرض فلسطين، الكل يعلم أن هذه أرض فلسطينية حتى على مستوى وحتى المستوطنين نفسهم وحتى قادة الكيان الصهيوني وسياسية الكيان الصهيوني يعرفون كل الزين والأمريكان يعرفون بهذا الموضوع أنه هذه الأرض أرض فلسطينية، لكن هي محاولة لصناعة هذه المستوطنات وتقويتها بداخل فلسطين. خلينا ننتقل لك أستاذ واثق، وين رايحين بالتالي؟ شنو السيناريوهات المتوقعة بناء على كل هذه المعطيات والجرائم والمتغيرات بكل لحظة بمعركة طوفان الأقصى؟ هو المشكلة أنه الكيان لا يريد أن يعترف بهزيمته، والمشكلة ليست فقط بهذا الكيان الغاصب المجرم، وإنما المشكلة بالدول المتحالفة معه والدول الداعمة والدول المطبعة، هي من تحاول أن تحمي هذا الكيان أو تعطيه أو تعزز نوع من الفعاليات لديه، أو تحاول دفعه لأجل التقاط أنفاسه. لكن كما يبدو أن ما حدث في 7 أكتوبر هو نقلة نوعية وتقدم نوعي بطبيعة المقاومة والتعاطي مع القضية الفلسطينية. بالتالي طوفان الأقصى حققت أهدافها بشكل كامل؟ نعم، حققت الأهداف بشكل كامل، وهي ستؤسس إلى مستقبل المقاومة ومستقبل فلسطين ومستقبل الشعوب التي هي تمتلك إرادة وتعبر عن رأي، وأن القضية يعني عكس ما كانوا يعتقدون بجملة الجرائم، أنها الآن رسخت القضية الفلسطينية أكثر عند الشعوب العربية والإسلامية، وبالذات عند الفلسطينيين والمقاومين. أصبحت القضية قضية مبدأ، هم أو الفلسطينيين والمقاومين لا يريدون أن يتنازلوا عن الكرامة مقابل ما يساوموهم عليه من رغيف الخبز والحياة، بل هذه الدماء ستنتقم، وسينتقم كل من دفن في المقابر الجماعية الآن، ستنتقم دماء الأطفال وولاة النساء وكل آهات الفلسطينيين والذين يتعرضون لهذا الاعتداء الغاشم. نعم أستاذ واثق، ستمارة بأقل من دقيقة، هل أن الصمود الفلسطيني مستمر بوجه الكيان الصهيوني على الرغم من كل هذه الحملات المستمرة، حملات الإبادة والحروب والجرائم، وخير مثال اللي صار البارحة بالمستشفى الأندونيسي بغزة، مستمرين بهذه القوة والإرادة والعزيمة؟ نعم، هذا صحيح أن الفلسطيني ما زال مستمرا في الصمود مهما قام بهذه الآلة الإجرامية، واستمر في عملية استخدام كل أدوات الإجرام بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن الفلسطيني لديه حق، وهذا من حقه حق تقرير المصير، ونأمل مستقبلا بالتثبت وأن يكون هناك صمودا أن تحقق المقاومة الفلسطينية الوجود الحقيقي، وأيضا أن تكون هذه المقاومة هي الأساس الوحيد من أجل دحض الاحتلال الإسرائيلي من هذه الأرض، وإبعاد كل خيار المفاوضات التي لم تعطي أي نتيجة للشعب الفلسطيني. بالعكس، خيار المفاوضات هو الذي سرق الأرض ورسخ حالة الاستيطان، باعتقاد أن كل الحاضنة الشعبية الفلسطينية حاليا أكو فد موقف تشوفوه كشعب فلسطيني على الأقل من البلدان العربية وحكوماتها؟ لم أسمع السؤال من فضلك. مواقف الحكومات العربية تشوفوه حاليا قدم لكم شيء لغاية هذه اللحظة؟ سامحني لم أسمع السؤال. عفوا ست تمارة، أسأل فيما يخص الحكومات العربية، لاحظتوا في الدور إيجابي تجاه القضية الفلسطينية؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، أولا الشعوب العربية كلها مع القضية الفلسطينية، لكن هناك المواقف العربية تعتبر مواقف يعني ليس جميعها أن تكون هناك في ظل الدفاع، لكن نتحدث بكل واقعية أصبح هناك تغيرات في بعض الأمور نظرا أن خوف بعض المواقف العربية أن يتم تهجير الشعب الفلسطيني، لذلك يقومون في عملية صد هذه الهجمة أو هذه الخطة الإسرائيلية الأمريكية التي تريد تهجير الشعب الفلسطيني، تحديد أن الموقف المصري والأردن هم مصممون على عملية أن يكون هناك إبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، نظرا سوف يكون هناك ضرر في المصالح الأمن القومي لدى الطرفين، لذلك هم يرسخون الواقع على الأقل أن يكون هناك مستقبلا واقع سياسي على الأقل حل القضية الفلسطينية وتنسيق نتمنى هذه المواقف تتغير. أنا أعتذر ست تمارة لضيق الوقت وقرب انتهاء وقت التغطية. الست تمارة حداد الباحثة في الشأن السياسي من فلسطين، وأشكر بالاستوديو الأستاذ واثق الجابري الباحث والكاتب في الشأن السياسي. وواضح كلام ست تمارة بما يخص الحكومات العربية، وأنا أقول والله وتالله وبالله عار على كل رئيس حكومة وقائد دولة عربية إسلامية إلا ما ندر أنه يطلع باكر عقبه ويقول فلسطين قضيتنا ويحكي لنا بالإسلام والسلام والعروبة وغيرها من هالكلاوات. لكم يا بلا غيره، مو هاي الناس قدامكم جاي تموت بكل لحظة، وأنتم مثل الجريذية أجلكم الله خاتلين بقبوركم وتخافون تطلعون راسكم أصلا. لكم الله أكبر عليكم. ناس المخدر مالتها صار صوت القرآن، يشغلوا له قرآن ويخيطون بجرحه، رايح للمستشفى ينقصف ويقطعون عنه الكهرباء وهو علاج ما عنده. شو تريدون بعد يصير حتى تتحرى غيرتكم؟ ويجيك واحد أثول أعمى قلب الله مطيح حظه يحكي لك بالقوانين والبروتوكولات وقرارات أممية. يا قرارات هم معتبرينك أساساً ومستغبينك، خلي هيك أحكيها، وينظرون عليك وأنت فاك حلقك ومقتنع ومصدق بهالخريط هذا وكاتلك الرجيف. خلي لكم موقف، شو وقت يصير لكم موقف؟ هذا اللي نقدر عليه، احنا جايين نسويه كعراقيين. حكومتنا طلعت وحكت حكاية الحق مثل ما نقول، شبابنا اليوم موجودين على الحدود والناس اللي هنا تغلي بس تريد تروح، وهنا بمساحتنا الإعلامية جاي نحكي وبلكت الله تسمعون، لكن للأسف على قولة محمود درويش لا حياة لمن تنادي. في أمان الله.